نمرنا من جوهانسبرغ مراسلنا داود حسن. أهلا بك داود. إذن من المتوقع إعلان النتائج الرسمية اليوم، ولكن في الانتظار وبعد صدور النتائج الأولية، كيف يتم تفسير هذا التراجع ويعني التحول الغير مسبوق بنتائج حزب المؤتمر الوطني الأفريقي؟ بداية وعد، أنا الآن في قلب الاجتماع أو الاحتفال بإعلان نتائج الانتخابات العامة لجنوب أفريقيا، الانتخابات السابعة. هي تعتبر الدولة السابعة الآن أو الحكومة السابعة لجنوب أفريقيا بعد سقوط نظام الأبرتهايد عام 1994. الآن يتم إعلان نتائج الانتخابات العامة، وهي ثلاثة مستويات. بدأت بداية بإعلان النتائج على المستوى المقاطعات وعلى مستوى الوحدات المحلية في جنوب أفريقيا، ويتم الآن أيضا إعلان النتائج على مستوى الوطني وهي الانتخابات العامة التشريعية. طبعا كانت هناك بعض التحفظات لبعض الأحزاب، هناك 20 حزبا طلبوا بوقف إعلان هذه النتيجة وتأخيرها، وعلى رأسهم حزب الرئيس السابق جاكوب زوما، حزب الام كي، الذي حصل على 14%. هذه الانتخابات تعتبر انتخابات تاريخية ومصيرية جديدة في جنوب أفريقيا، وتعتبر وأهميتها ترجع إلى أنها تلقي بالعديد من الأحجار في المياه الراكدة للسياسة هنا في جنوب أفريقيا. خريطة جنوب أفريقيا السياسية والحزبية ستتغير تماما بعد هذه الانتخابات. الحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي حصل على 40% من مجموع الأصوات للمرة الأولى منذ 30 عاما، منذ سقوط نظام الأبرتهايد عام 94، سيحتاج إلى الدخول في مفاوضات وفي تحالفات مع أحزاب أخرى، ولكن هذه المفاوضات وهذه التحالفات هي تعتبر معضلة للحزب، لأن كلها تعتبر بمثابة ألغام أمام الحزب. أيضا هناك دعوات لبعض المعارضة داخل الحزب وخارج الحزب لإحداث تغيير سياسي وتحميل نتيجة هذه النتيجة السلبية للحزب على الرئيس سيريل رامابوسا، وطولب بالاستقالة. لكن أمس في المؤتمر الصحفي فيليكي أمبلولا اللي هو النائب السكرتير العام للحزب رفض هذا الأمر رفضا قطعيا، وقال إن مرشحنا للانتخابات التشريعية القادمة ورئيس المرشح من جانبنا، شخصية الرئيس المرشح من جانبنا هو الرئيس سيريل رامابوسا، نحن نرحب بأي تحالفات، نرحب بأي مفاوضات مع أي أحزاب، ولكن عند هذه النقطة لن نتحدث مع أحد. المسألة أيضا هناك بعض التعقيدات في تحقيق أو في تنظيم هذا الائتلاف في الأيام القادمة. المفروض بعد أسبوع من الآن أن يتم انتخاب أعضاء التشكيل الداخلي للبرلمان أو الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا، وفي غضون أسبوعين طبقا للدستور يجب انتخاب الرئيس الجديد. فمن المقرر خلال الأسبوع القادم ستنتقل جنوب أفريقيا كلها إلى كيب تاون، حيث مقر الجمعية الوطنية أو البرلمان، لبداية تشكيل البرلمان، الهيكل الداخلي للبرلمان، ثم مسألة اختيار الرئيس من داخله. شكرا جزيلا لك داود حسن مراسلنا من جوهانسبرغ.